بسم الله الرحمن الرحيم. سوف اشرح لك في هذا الدرس كيف استخدام التايمر. طبعا التايمر حاله اي شيء، طبعا هو يتنفذ باستمراريه. انت تعرف انه الكلاينت والسيرفر، يعني انت عندك هنا يا سيرفر كلاينت وعندك سيرفر، فقط تتنفذ العمليه عندما تطلب ريكوست ويجيك الريسبونس. لما يبقى يمك الريسبونس البيج ما تتنفذ عندك اي عمليه على هذه الصفحه، هو مجرد ريسبونس، فتتنفذ فقط عندما انت تغير بالبيج او تعمل بوز باك فتذهب مره اخرى. فأنا حتى أستمر بتنفيذ العمليات هنا أستخدم إيش؟ أستخدم التايمر. أنا مدي أستمر ينفذ العملية. أسهل المثال، أريد أكون تايمر مثلا يعرض الوقت باستمرار، فأول شيء أحتاجه سكرت مانجر. ثاني شيء أحتاجه بوقت باستمرار، بما كلمة باستمرار فهو أبديت، يعني مستمرة العملية كل شوية. في الأبديت أحط تايمر، تايمر أعطيه انترفال خلينا نقول ألف، وأضع مثلا ليبل أعرض فيها الوقت. هنا الليبل، هذه الليبل، وهنا بالتايمر تايم حالة حالة أي تايمر، أقول له ليبل 1.x يساوي لنا إذا، أتمنى صارت العملية واضحة عندك. ليبل 1.x يعني مجرد، وضع التايمر استعراض الوقت باستمرار يعرض لك اياه كل 1 كل 1 ثانية كل 1000 ملي سكند. طبعا انظر 1 6، انظر تتغير. طبعا طبيعيا بدون هذا الامر، بدون الاجاكس انت تستحيل تقدر تسوي هذا الامر، يعني مثل ما شرحت لك انه العملية تكون بالتالي، يوجد كلاينت يوجد سيرفر، انت تطلب صفحة الريكوست يصل للسيرفر، السيرفر يعطيك نسخة من الصفحة، انت هاي العملية. ماكو عملية مستمرة بينك وبين السيرفر، لسبب السيرفر ما راح يعرفك انت شو تكون اوف لاين الا عن طريق انت مثلا انهيت انت السيرفر ما راح يعرفك شو طفيت او شو غرقت البراوزر، ما راح يعرف. لكن وشون يعرفون؟ يستخدمون السيشن. فانت عند اول طلب للسيرفر من اي صفحة، سيرفر يكون لك سيشن، وهاي السيشن تستمر ما دمت انت تعمل ريفرش او تحدث على الصفحات في هذا السيرفر، تبقى السيشن محافظة على حياته. بعد ما تترك انت ما تحدد، على سبيل المثال مريض منطني السيشن عمر نص ساعه، بعد نص ساعه انت ما تدوس اي زر في هذه الصفحه، تلقائيا السيرفر يعتبرك انت ما موجود. ممكن انت تكون بعدك موجود، بعدك فاتح الصفحه وتباوع عليها ما متقلب اي شيء، لكن نص ساعه ما دست اي شيء السيرفر يعتبرك انت متت. لهالطريقه السيرفر يعرف من الكلاينت اونلاين او من المتواجدين على الصفحه حاليا. شكرا لحسن المتابعه.